إذن أتمم في فقرتنا الأخيرة وهذا الفيديو الرابع لإتمام هذا الدرس الخاص بتحليل خريطة أبو زكا، نتكلم عن الشبكة المائية. لابد من الاهتمام بالشبكة المائية لأن عنصر مهم في الدراسة المورفوبنيوية فيما بعد، كما هو الشأن بالنسبة لمدرسنا الكويستا، وانتبهنا إلى مجاري ودرسنا هذه المجاري على مستوى الاتجاه، وبينا الوادي المضاد والمعاكس والموافق والمرافق. نفس الظاهرة الآن أقوم بالوصف على مستوى الخريطة الطبوغرافية حتى يتسنى لي تحليل ذلك من الناحية المورفوبنيوية لاحقا. أنا الآن في هذه الخريطة سأميز بين نظامين لنظام الشبكة المائية، خاصة على مستوى انتظام ورسم الشبكة المائية، وكذلك حتى على الطبوغرافية فيما بعد لاحقا. عندي النظام الأول هو اللي كيرتبط بسلسلة الجبال الكتلية في الشمال، يعني اللي سميناها إذا هنايا، هذا نظام نسميه نظام منتظم. ما معنى منتظم؟ أن كل المجاري تنطلق من هذه السلسلة، يعني هذه الأودية التي تلاحظون كلها هي هذه، تنطلق من الشمال اتجاه الجنوب، وتتجمع في مجرى ينطلق ويؤسس من هنا، يتأسس هذا المجرى، واللي كيولي غادي واد ويزكان، غادي ينطلق في اتجاه، إذا هذا يعتبر ماذا؟ مجرى قاعدي لكل هذه الأودية والمسيلات التي تأتي لا من السفوح ولا تأتي كذلك من داخل السلسلة الجبلية نفسها. إذا هذا كنسميه ماذا؟ نظام اللي هو منتظم لرسم الشبكة المائية. واضح؟ إذا هذا العنصر الأول هو شكل منتظم، مجاري تأتي من الشمال الجنوب، وبعد ذلك كتاخذ واحد النظام اللي هو كيتبع الانحدار العام اللي هو شرقي غربي وتتجه. هذا النظام الأول. النظام الثاني هو نظام نسبيا معقد، وغناخذ الآن من هذه القمة ديال في الجزء الجنوبي اللي فين كاين عندنا القمم المنعزلة. إذا لاحظتوا معي أن في هذه القمم القمة هذه مثلا كيبدا عندي في هذا الجزء هذا من الجبل تنتظم مجموعة من مسيلات، يعني في هذا الحوض مثلا ناخذ هذا الحوض هذا مجموعة من المسيلات، هذه البداية ديالها. لاحظوا كتبتدئ من هنا كلها تنطلق من السفوح، من سفوح الجبل، وكتشكل واحد المجرى قاعدي كيبدا من هنا كيجمع لنا كل هذه المسيلات. إذا غنتبعوا دابا الآن هذا المجرى ونلاحظوا كيف هو من حيث الرسم وما هو مصيره باش ينطلق كذلك ويأسس لنا مجرى قاعدي، كيف سيرتبط المجرى القاعدي. لكن مرة كنلاحظوا أن هاد المسيلات الأولية والثانوية والثلاثية التي تنطلق من هنا وتصل هذا المجرى كتاخذ هنا الشكل بحال كأنها متعامد مع القمة، يعني هذا مثلا هذا المجرى هذا كيقطع هذا القمة، يعني آتي من المسافة اللي هي تقريبا هنايا قطع هذا القمة وينطلق في الجزء هذا. نفس الشيء كذلك هنايا، إذا هذه كتبدا من سطح القمة وتقطعها وتصل إلى هذا المجرى اللي سميته هنا واد تادانت. إذا واد تادانت شكل عادي أنه كيتبع لنا الانحدار العام اللي هو انحدار شمالي شرقي جنوبي غربي، تراجع الارتفاعات هو واضح وغيتبعها، هذا عادي في المناطق المنخفضات واضح. المفروض انه يستمر حتى الجنوب، لكن لاحظوا معي هنا بشكل فجائي كيغير الاتجاه ديالو، كيولي ماذا؟ كيولي شرقي غربي، معلوم انه كنفرض انه يستمر في هذا الاتجاه، انما اصبح هنا هنايا المفاجاه هو انه كيولي كيجري بشكل متعامد مع القمه الارتفاعات. اذا هنا كانت تقريبا في ارتفاعات ديال 492 والارتفاعات وصلت عندنا 800، لاحظوا معايا هنا 755 او 900 كاع سطح القمه كيوصل هنايا الى ارتفاع ديال 900. اذا هذه القمه يجري بها الواد بشكل متعامد معه. اذا هنا شنو غيضطر يعمل؟ هنا كان جريان تقريبا شبه سطحي، وناس يضطروا الى التعمق في هذا في الجزء وحده، وكيقطع لنا الوحده ويتعمق فيها وكيعطينا ما يسمى بشكل خانق. اذا هو اللي سميتو خانق إد موسى. اذا هذا الخانق شنو هو؟ نموذج عندما تتعمق الشبكه المائيه بشكل متعامد مع هنا بشكل موازي، ليس هنا اشكال، فهنا تجري بالمنخفض، ولكن ايضا تجري بشكل متعامد وتتعمق بهذه القمم وتعطينا اوديه متعمقه في هذه المناطق على شكل ماذا؟ على شكل خوانق جبليه. اذا هذا النموذج امامكم، نموذج حي ونموذج مثالي لكيفيه ان الشبكه المائيه تغير اتجاهها، وبعد ذلك سيستمر المجرى في البحث عن انخفاض مناطق منخفضه اللي هي المنخفضات، ويستمر هنا غيتغير الاسم ديالو غيولي اسف افران، ويستمر حتى يصل الى المناطق اللي هي. اذا هنايا هذا نوع من الانتظام اللي غنسميو شبكه مائيه تقريبا غير منتظم، يعني غير منتظم، يعني لا زالت تؤسس، يعني في الانتظام كان عندنا عادي انه كيتبع السلسله الشماليه من السلسله الكتليه شمالا ثم ينطلق الى المنخفض ثم يتجمع ويذهب في اتجاه الغرب، ولكن هنا الوضعيه يعني مركبه ومعقده، منها ما يجري بالسفوح، منها ما يقطع القمم، منها كذلك ما يجري بشكل متعامد مع اشكال هذه القمم وينطلق في اتجاه الشرق.
هذا النموذج الثاني لانتظام الشبكه المائيه، وكيعطينا كذلك الطبوغرافيه ديال الاوديه نموذجين، الجريان السطحي كما ترون هنا، وكذلك كيعطينا لاحظوا هذا نموذج الجريان السطحي واضح في المنخفض، في المنخفضات يعني الشبكه المائيه غير متعمقه بتاتا، ولكن هنا تختلف الوضعيه. فالتعمق الى خدينا مثلا هنايا هذا هو 755، الفارق هنا 498 هذا هو القاعد المجرى، ولا مثلا خدينا هنا 946 مع الفارق، فتقريبا عندنا 500 متر ديال التعمق. اذا هنايا وادي سفحه يتعمق ب 500 متر، لان ما كيبقاش هذا كنسميوه الان سفح جبلي، لا كنسميوه السفح ديال الوادي، لان الوادي هو الذي يرسم هذه يرتبط هذا الشكل ديال السفح يرتبط بالوادي، هو في الحقيقه قمه يعني سفح قمه، ولكن هنايا كتولي طبوغرافيه الوادي، هذا السفح وهذا السفح يشرفان على الوادي. اذا هذه اذا المعطيات الخاصه بطبوغرافيه بوزكان، هي طبوغرافية تبين لنا نموذج لتضاريس جبليه فيها تنوع لا على المستوى الاشكال ديال المنخفضات ولا على المستوى كذلك اشكال ديال القمم. بينا كيف ان هذه القمم هي ذات طابع كتلي، هذه ذات منفرج، وان اشكال القمم فيها خاصه من حيث شكل السطح من حيث الرسم متباينه ومختلفه، ان كانت هذه دائريه فان هذه طوليه، وكذلك ان المنخفضات فهنا تنعدم المنخفضات وهي عباره عن اوديه متعمقه تفصل بين القمه والاخرى، في حين انه في هذا الجزء ان القمم تتسع. ومنخفض بوزكان نموذج متميز لانه منخفض لا يرتبط بهذه الوضعيه، وانما منخفض يرتبط بكونه منخفض قدم جبل. لماذا؟ لان ميزنا بان هناك انحدارا منتظما من قاعده من قاعده السفح الجبلي حتى المستوى المحوري لهذا المنخفض، اذا انحدار منتظم وربطنا هذا المنخفض من حيث انحداره بماذا؟ بالسلسله الكتليه اكثر ما ربطناه بهذا الجزء الجنوبي، اذا منخفض بوزكان متميز لكنه يرتبط بالوحده الكتليه اكثر ما يرتبط بالقسم الجنوبي، يتميز بانحدار منتظم برسم معين للشبكه المائيه. اذا الخاصية الثانية هي أن هذا الجزء مستقل بذاته، لا من حيث أشكالية الطبوغرافية للقمم، ولكن كذلك من حيث رسم الشبكة المائية. الشبكة المائية هنا يمكن أن تتخذ وضعيات متعددة بما فيها العادي وأنها تجري بالمنخفضات وتتبع الانحدار العام، وكذلك الغير العادي هو أنها تجري بشكل متعامد مع ماذا؟ مع القمم، وتعطينا أشكال خوانق جبلية كما هو الشأن هنا هذا النموذج لهذا الخلق الذي درسناه. هذا إذن فيما يتعلق بخريطة الطبوغرافية، إشكاليات أساسية يجب أن نبين ما هو الأسباب وما هي العوامل التي أعطتنا هذه الطبوغرافية المتنوعة، ما هي الظروف الجيولوجية المسؤولة عن هذا التنوع الجبلي. إذن أكيد نحن أمام بنية ملتوية، ولكن أي نوع من البنية الملتوية وأي نوع من تطور البنية الملتوية، وكيف أن المحدبات والمقعرات ستفسر لنا، توالي المحدبات والمقعرات ستفسر لنا هذه الأشكال التي وصفناها، لا من أنواع القمم ولا من علاقة القمم بالمنخفضات ولا كذلك بالوحدات الثلاث المتواجدة في هذه الخريطة. موعدنا إن شاء الله في الدرس الجيولوجي لنفسر كل هذه الإشكاليات والأسئلة التي طرحناها الآن.